المؤتمر الصحفي الفني للمنتخبين، منتخبنا الوطني ونظير العماني، على خلفية لقائهما في ختام كأس الخليج. Vamos a tener nuestra opción de ganar seguro. نعم الآن في النهائي سنملك الخيارات العديدة للفوز. Pero Oman también va a tener sus opciones. لكن عمان أيضا ستملك خياراتها للفوز ومحاولتها للفوز. Las finales suelen ser partidos muy cerrados. بكل تأكيد المباراة النهائية ربما تكون مباراة مغلقة جدا. Variante para intentar hacer más peligro. وسنحاول الوصول بعدة طرق لصنع خطورة على مرمى الفريق العماني. بالنسبة احنا فخورين وصولنا إلى مباراة النهاية. أعتقد أن تواجدكم كان مهم بالنسبة لنا وخاصة الجماهير. نتمنى أن نحقق تشجيع لتطلعاتكم. نتمنى أن تدعمونا بهذه المباراة بشكل مثل ما دعمتونا في المباريات السابقة. نتمنى أن نحقق تشجيع يرضيكم ويرضي جمهورنا اللي متعطش لهذا اللقب. Ogromnom energijom i strašću i jasno da očekujemo vrlo tešku utakmicu. تمام متشوقين نلعب مباراة لاعبين أمام 65,000 متفرج، فرص قليلة جدا إنه لاعب يمكن يلعب أمام هيك جمهور كبير. المباراة النهائية بانتظار منتخب عراقي، المنتخب العراقي ما في داعي نتكلم عنه، ذكرت قبل بداية البطولة أول مؤتمر منتخب عراقي قوي يلعب على أرضه، دعم جماهيري كبير مع مدرب جديد، استقرار، لكن بانتظار المباراة النهائية. I analizu utakmice Iraka smo radili utakmicu Irak Katar. عملنا تحليل لمباراه المنتخب العراقي ضد المنتخب القطري بالنصف النهائي. يل بزود السي هو التكنيكس على سواك التكنيكس دراجه على سواك التكنيكس دراجه ليش تمام. بغض النظر عن المباراه اللي لعبناها مع المنتخب العراقي، كل مباراه لها ظروفها، كل مباراه يكون فيها شيء جديد. المباراه راح تكون صعبه مع المنتخب العراقي بفارغه وبين جمهوره. منتخب العراق منتخب جيد وله لاعبين جيدين. ان شاء الله احنا كلاعبين فاتم الجاهزيه، ان شاء الله راح نقدم كل ما لدينا داخل ارضيه الملعب، نقدم مستوى يليق فينا احنا كلاعبين، وان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله من هذه المباراه.